Celebrating our 30th anniversary, we are picking up early shows when the radio was, when the show was on radio and was audio and was in Arabic. And this show, I think it was in 1994-95, and it was with Arab American. Here in the Twin City, Muhammad Wazwaz, and at this time there was Israeli's attack, and people were talking about the PLO and the leadership of Yasser Arafat, and also the leadership of Nasser early on did instill the Arab nationalism and how the state of affair of the Arabs in these days. So we'll let you listen to this show. It is in Arabic, so I'm going to say a few things in Arabic too. احنا انا احمد ثروت بالاحضان وبنحتفل بالعيد بعيد الثلاثين للبرنامج، وبنختار بعض البرامج القديمة قوي. أول ما بدأنا كان الشو كان البرنامج بالعربي وكان على الراديو، ودي برنامج مع الأخ محمد وزوز موجود معنا في الجالية هنا، أعتقد 1994-95، وبيتكلم عن العروبة والكفاح الفلسطيني. هو فلسطينيان أمريكان، فلسطيني أمريكي، and يعني عنده كده الكاركتر والكازماريك بتاع ليدرشيب وقائد، وعنده كده اقتناع وقوة وأفكار واضحة، مش مايعة زي معظم المثقفين والنخبة اللي بنشوفهم بنسمعهم الأيام دي. فده لقاء مع محمد وازوز عن القومية العربية وحالة الجالية هنا، كان 1994. شكرا. أول أخ مستمع ألو؟ ألو؟ معايا؟ أيوة معايا. مين معايا؟ أشرف عسكر. أهلا أخ أشرف. إزيك يا أستاذ؟ أخبارك إيه؟ الحمد لله تمام. أعتقد ده نمرة تانية، إنما عرفت أغنية مين دي؟ دي أغنية أم كلثوم. أم كلثوم ها؟ جددت حبك ليه؟ جددت حبك ليه؟ تعرف مين لحن الأغنية؟ أعتقد عبد الوهاب. عبد الوهاب؟ ليه كده عبد الوهاب ما بدأ بدري كده؟ اه والله ما لحلها اغاني كتير. ابو وهاب ما اعتقدش الاجابه صحيحه دي يا اشرف، انما يعني ويل سند يو بيتزا اني واي. اوكي نبعتها لك يعني، انما شاكرين جدا يعني على ايه السبيشال عندك النهارده؟ النهارده عندي سبيشال مصري. مصري؟ اه. طب ليه كده؟ ليه تعمل في الامريكان كده يعني؟ طيب هم بيحبوا الاكل المصري عندنا. طب عامل لهم كشري يعني؟ ها؟ في كشري وفي فلافل وفي فول وحمص وبابا غنوج. البقولات ولا بسموها ايه؟ البقوليات. اسف. شاكرين جدا يا اخ اشرف، وان شاء الله ما بنستنى الاخ مستمع تاني يعرف لنا مين المؤلف الاغنية وملحنها. ان شاء
الله. طيب مع السلامة. مع ألف سلامة. طبعا الأغنية الاسم تعرف دلوقتي، إنما المطلوب مين اللي ألف الأغنية ومين اللي لحنها. ومعانا الآن لغاية لما حد يتصل الأخ، أنت اسمك الأخ إيهاب، إيهاب حنفي، وحيدردش معانا شوية. أنت أخبارك يا أخ إيهاب؟ والله كله تمام عظمة، كنا مشغولين اليومين اللي فاتوا بس الحمد لله ربنا. الشغل الجديد، الشغل الجديد طبعا. بعت كابيريات؟ والله الشهر اللي فات ده كله كان في تريننج، ما كانش في بيئة ولا حاجة، كان كله تريننج. ربنا يكتر في التريننج بتاعهم يعني. انما سمعت ان جالك زبون يعني زارك، وكان يعني بوتنشال كاسمر يعني. ده كتير يعني. كتير. المهم اخبارنا ايه؟ اخبار الجالية واخبار الشعب ايه؟ اخبار الجالية هو في قبل حاجة، اول حاجة عاوز اقولها النهاردة، انا كنت جبت مجلة اكتوبر، ان انا فوق المجلة بتطلع في مصر، وكنت بقرا فيها. فبعدين بيقول لك في احدث دراسة علمية عن مشكلة البطالة، ان الشباب يعترف ان 60% من المشكلة مسؤولية الدولة. المهم المقالة واحد اسمه محمد الكلامي، من الواضح انه مش عارف بيتكلم على ايه بالظبط، هو بيكتب كل دول عندهم بطاله. لسه القايمه طويله. امال مين اللي بيشتغل يعني؟ بيقول له بعدين بيقول لك الاسباب، فبيقول لك من الاسباب عدم التخطيط الجيد، السفر للخارج، الله الله، الشعور بالكسل. الله 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 الله، الراجل الراجل غلط. مرة تانية برنامج مع بالأحضان، ومعانا هنا الأخ إيهاب حنفي. طب أخ إيهاب، يعني بالنسبة للبرنامج بتاعنا هنا، وإحنا طلبنا من أنت طبعا ده أول مرة تيجي في المعادي الجديد، هل تفتكر المعادي الجديد ده هيعمل لك قلق ولا إيه الموضوع يعني بالظبط يعني؟ هو ليش قلق؟ بالعكس، ده خلانا نعمل زي الأول. لا، توقيت الصيف وتوقيت الشتوي خليك تنام بدري شوية. طب كويس. I don't know, for me it's okay. طب that sounds, يعني sounds good يعني. ان شاء الله في ناس على فكرة اتصلوا بيا في البيت، بس كانوا مش عارفين الميعاد الجديد، فما عرفش لو ازاي ان احنا نوصل للناس اللي مش عارفين التغيير الميعاد، زي نوصل لهم ان في تشينج في التايم. I don't know. هو طبعا بنعملها كل مره، ونرجو من الاخوه المستمعين اللي يتكلموا مع زمايلهم واصدقائهم وينبهوهم بالميعاد الجديد الساعه 12:05 كل يوم سبت ان شاء الله، لغايه لما نحاول نتاكد من احسن ميعاد، وان شاء الله نحاول نلبي هذه الرغبه. والان ننتقل الى القمه العشرة. القمة العشرة النهاردة هنتكلم على العشر مؤهلات الاولى لمرشح لمنصب نائب رئاسة في مصر. احنا عارفين ان منصب نائب رئاسة ما زال مفتوح وفارغ لمدة 10 سنين، فما هي العشر مؤهلات المطلوبة من مرشح نائب رئاسة في مصر؟
المؤهل العاشر يحمل شهادة الحضانة العسكرية، المؤهل التاسع يعرف القراءة والكتابة، المؤهل الثامن يجيد السمع، المؤهل السابع يجيد اللغة الصعيدية، المؤهل السادس لا يعرف أن يقول لا، المؤهل الخامس حافظ جدول الضرب، المؤهل الرابع يحترم الشغل الإضافي، المؤهل الثالث يفهم في كلام الإشارة، المؤهل الثاني يجيد حل الكلمات المتقطعة، والمؤهل الأول المطلوب من نائب الرئاسة في مصر أن يكون عمره الحقيقي قد وصل أو قد يكون أكبر من عمره الافتراضي. تانية ومعنا ضيف البرنامج الأول الأخ محمد وزوز رئيس الجالية العربية هنا في مينيسورا، وحندردش معه شوية عن أخبار وأخبار الجالية وأخبار خبرته. كلامي من الأخ وزوز وعاش في مصر مدة سنتين، يعني اتلعب في حاجة، يعني سنتين قعدوا في مصر ودوت الحقيقة بيعتز بهم جدا، وان هيشاركنا مع في الجالية هنا ومع الاخوة المستمعين في بعض ذكرياته في القاهرة. اهلا بك اخ محمد. اهلا بك، شكرا جدا على وجودي معك ضيف في هذه الحلقة. اهلا بك، شرفنا وسعدنا جدا انك تيجي هنا وتتعب يعني وتسوق all the way هنا للإذاعة هنا، ونحب نبدأ كلامنا معك بتدينا كده يعني باكراوند بسيط كده عن نشاطك هنا في الجالية العربية، وازاي بدأت وامتى بدأت، وايه النشاطات المستقبلية اللي يتوقعها الجالية عندنا هنا. انا سعيد جدا، سعيد جدا اللي اكون معك في هذا البرنامج، وطبعا سعيد جدا اللي أخاطب أبناء الجالية العربية الكرام في ولاية مينيسوتا. وبالتالي المركز الجالية العربية هو بالأساس تأسس حوالي قبل سنة، وكان هدف وما زال هدف المركز هو خدمة أهالي الجالية العربية في مينيسوتا، لأنه إحنا الجالية العربية جزء من شعب عظيم،
وجزء من الشعب ساهم في بناء هذه الحضارة الإنسانية الكبيرة، وبالتالي إن الحق وإن الفخر وإن هناك ضرورة جدا إن نكون موجودين ومتحدين مع بعض ونعمل برامج تخدم الجالية جميعا. وأنا مستعد أروح على كل مدينة وقرية في هذه الولاية على أساس أتصل بأبناء الجالية العربية الكرام، وعلى أساس أنه نبني مركز لهذه الجالية، مركز نعتز فيه ومركز يخدم هذه الجالية قبل أنه يخدم أي شخص من الأشخاص، بل يخدم الجالية كمجموعة. طيب بالنسبة للجالية العربية، يعني أعتقد أن النادي بدأ من زمان، كان يبدأ وينزل ويطلع وينزل تاني ويبدأ، يعني هل فيه ارتباط بين النادي العربي الوقتي الموجود حاليا والنادي العربي مثلا 10 سنين اللي كان موجود قبل كده، في ارتباطات ولا دايما بنبدا من الاول؟ يعني والنادي مركز الجالية العربية حقيقه انه كمركز بدا الفكره قديمه، ولكن البرامج العمليه هي اللي بالاساس بتحدد انه في مركز او ما فيش مركز. ان شاء الله المركز له سنه ومستمر بشكل متواصل، في هناك عندنا مكان وفي عندنا برنامج وفي عندنا افراد في القياده المركزيه للمركز، وفي عندنا اعضاء بيدفعوا اشتراكات شهريه، وطبعا في عندنا ناس محترمين في الجاليه في قياده الجاليه معانا في الجاليه، الاخ عبد العزيز عبد الرحمن من الجاليه العربيه المصريه يلعب دور عظيم في بناء المركز، معانا الاخ عدلي ابو مياله هو برضه قام ببدايه العمل قبل سنه، معانا الاخ حازم جودي له علاقه جيده جدا مع الجاليه كل الجاليه العربيه والجاليه التجاريه، ومعانا اصدقاء للمركز سامي رسولي صاحب محلات السندباد، ووجدي وادي صاحب محلات هولي لاند بيكري، والاخ احمد ثروت اللي هو مسؤول الاذاعه العربيه في البلد دي. معانا 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 ناس كتير يعني يؤيدوا فكره المركز، ولكن المركز حاليا ان شاء الله رايح يفضل يستمر لانه في عندنا برامج، عندنا برامج من برنامج من 5 نقاط اذا تحب اعدد لك اياهم. يلا. النقطه الاولى في برنامجنا انه احنا نريد نبني عضويه فاعله، يعني انه يكون عندنا ناس يدفعوا اشتراكات شهريه ويجوا على النشاطات ونجحوا البرامج ويساهموا في التصويت وفي انهم رشحوا انفسهم لمراكز قياديه. فكره المدرسه العربيه فكره مهمه جدا، لانه الناس الجاليه تأيد المركز أو تأيد التجمع إذا كان في إشي حاجة هم بيستفيدوا منها، فمدرسة تعلم أبنائهم اللغة العربية والتاريخ العربي والثقافة والحضارة العربية هاي نقطة تانية، هاي مهمة جدا. نقطة ثالثة أنه في عندنا جريدة اللي هو جرنان الوحدة، ويطلع كل شهر أو شهرين مرة إن شاء الله، رايح لما يكون في هناك فلوس كفاية نطلعه كل شهر. النقطة الرابعة اللي هي موضوعة انه نعمل حفلات اجتماعية للجالية اللي بالفعل ساهموا فيها ويشعروا انهم جزء من المجتمع. في حفلة جديدة جاية قريبة، في حفلة جاية يوم 20/11 يوم السبت في الليل الساعة من الساعة 7 للساعة 11، رايح يلعب فيها إلكتريك عرب أوركسترا، ورايحين يغنوا أغاني عربية من فلسطين ومصر وسوريا ولبنان، ورايحين يغنوا اغاني عده اغاني لعبد الحليم. طب اللي عايز يشترك في الحفله دي او يجي فيها في تليفون او حاجه؟ نعم طبعا، تليفون المركز 5228081، وطبعا احنا هناك في عندنا ماشين بتاخذ ارقام وعناوين الناس اللي عاوزين تذاكر، في عندنا طبعا ورود فود 871 3749، برضو عندهم تذاكر ببيعوا تذاكر. والتذكرة بكام؟ تذكرة للطالب $10 وللإنسان العادي $15. الإنسان العادي العادي الإنسان يعني المستلميذ الفاشل لا مش بالضرورة الصغيرين كفروا يعني الصغيرين لازم ناخد بالنا منهم. طب التلميذ بكام؟ التلميذ إذا تلميذ أقل من 12 سنة فهو ببلاش. أي والله ده شيء جميل، يعني هو يعني فكرة جميلة جدا إن إحنا نلم الشمل ونلم الأخوة العرب ويتعرفوا على ذكرياتهم والموسيقى واللمة والأكل والحاجات دي، يعني مش متوفرة لنا كل يوم يعني وفي كل مكان، يعني كانت جريت فروم ذا ماجا مول يعني.
طبعا لا، وهذا السبب، هذا جزء من برنامج المركز اللي هو بالفعل انه نخلي المجتمع هون يصير شبه مجتمع صغير على اساس انه بالفعل يعيش مع ذكرياته ويعيش مع نفسه. طب اخ محمد، يعني انا حاسس كده ان انت عندك الكواليتي بتاعت الليدرشيب بتاع العرب، يعني بتتكلم كده ولا الرئيس جمال عبد الناصر؟ انا فخور بيك جدا يعني الحقيقه. انت في مصر، يعني هل انت كنت مهتم بالخطابه او هل دي الحاجات دي كانت يعني ناشط في النشاطات السياسيه ومن صغرك؟ انا من صغر وانا بالحاله هذه، بس حقيقه انه الكلام اللي بحكيه مش كلام مجرد خطابه. انا بدي اقول لك حاجه، الناس تيجي على هالبلد هاي لعاملين، العامل الاقتصادي او العامل السياسي. الفلسطينيين معظمهم اجوا بعد 67 لانه اضطهدوهم واجوا هجره سياسيه. الناس من العالم العربي، من العراق ومن سوريا ومن مصر، اجوا لعامل اقتصادي. انت كونك عربي وكونك جزء كبير منهم مسلمين، مش رايح تقبل انك تندمج بالمجتمع. فاحنا العرب على مدى التاريخ هاجرنا ورحنا على مثلا على اندونيسيا وعلى ماليزيا وعلى ساحل العاج، ورحنا على مدغشقر وعلى صوماليا وعلى تنزانيقا، كل المكان هذه، وعملنا جاليات. الجالية العربية اذا لم تسكن جنب بعضيها ويعيشوا في مجتمع صغير، فبالتالي رايحين ينخرطوا بالمجتمع الأمريكي اللي هو غير متجانس عن الحضارة العربية. فبالتالي ضروري أنه العربي يبدأ من الآن وصاعد يحب أخوه العربي ويشتري بيت أو يستأجر بجنب الإنسان العربي، على أساس أنه يكون المدرسة العربية متوفرة وسهلة جدا عليهم، والجامعة يكون متوفرة وسهل جدا عليهم، وبرضه الكنيسة العربية تكون سهلة وجدا متوفرة عليهم. فهي مش موضوعة انه خطابة، هي موضوعة انه في هناك احتراق، وفي موضوعة حب لهذه الجالية. لا، ما احنا اعتقد يعني من الثقافة العربية محتاجين واحد يعني كارزماتيك، يعني كده عنده الكواليتي بتاع انه يقدر يجمع الناس، ومش مسألة يعني طالما الواحد كويس في يعني عبد الناصر برضو جمع الناس، مش عشان بس ان هو كان جريت ليدر، برضو هو كان جريت سبيكر يعني. That's what I meant يعني. بس حقيقة بالنسبة لي أنا ما عنديش أي دوافع شخصية، كل الدوافع دوافع لخدمة لا سمح الله يا راجل، ما حد قال لخدمة لخدمة الجاية، كله لخدمة الأمة العربية. هل تفتكر الأمة العربية الفكرة نفسها لسه قائمة وفعالة بعد التغيرات اللي حصلت في سوفيت يونيون، من أوروبا الشرقية؟ يعني في تحللات كتيرة جدا في الأفكار القديمة بتاعتنا دي، هل في منطلق جديد وأفكار جديدة اللي تقدر تلم الأمة العربية وتلم الفكرة العربية؟ يعني أنا مش لغاية الآن مش فاهم يعني بالتغيرات في المنطقة العربية أن في حاجة تقدر تلم الأمة العربية تاني. يعني أنا بعتقد الأمة العربية عندها مقومات التاريخية اللي تكون أمي. في مثل في مصر بقول الحكام تيجي وتروح والشعب باقي، واحنا بالنسبة للشعب العربي في عنا حكام مختلفين الآراء والتيارات، وحبيحاولوا يمارسوا ويسيطروا بواسطة الجيش والشرطة ونفذوا برامجهم على الشعب. لكن اتفرج لما صارت الحملة على العراق، الحكومات العربية ما عملت إشي لدعم العراق كشعب، ولكن في الجزائر، في ليبيا، في السودان، في اليمن، في مصر، في سوريا، في فلسطين، في كل العالم العربي، الشعب العربي طلع ويدعم الشعب العراقي ومقاومة الشعب العراقي للغزو الأمريكي. في فلسطين كانوا اليهود الإسرائيليين لما يجي صاروخ السكاد على إسرائيل، ما زعلش الروس بقى، أوكي، يجي الصاروخ على إسرائيل، اليهود ينزلوا في الملاجئ يختبوا في الملاجئ، الفلسطينيين يطلعوا ظهر السطح يزغرتوا. فمعناته انه اذا هم طالعين ومش خايفين، معناته انه وجود القومية العربية كفكرة تخدم الشعب العربي والوحدة العربية كفكرة تخدم الشعب العربي ما زالت موجودة. احنا نحب فرح العمدة، نحب الصوت ونطلع نطلع صاروخ جاي لك طلع على السطح تعمل ايه؟ مش فاهم انا يا فوق. احنا كنا نعمل كده مره في 67، نطلع نتفرج على الطيارات ومش عارف ايه. يعني هو صراحه دليل فعلا ان في احساس عربي مكبوت. نعم. يعني وعلاقتنا مع الغرب علاقه يعني مهزوزه، وعلاقه فيها شك كبير، لانهم يعني دايما كانوا متجنبين مع الاعداء. انما هل يعني يعني انت بتقول الحمله على فلسطين والحمله على الجزائر كان العالم العرب متلمين ودفعوا، لكن لما كانت الحمله على العراق ما تلموش. يعني هبط الحمله على الكويت
بالنسبة لموضوع الكويت، طبعا أي إنسان بيأمن بالفكر الديمقراطي بعتقد أنه الكويت كان ممكن توحيدها مع العراق بواسطة الانتخابات، بواسطة العمل السياسي، بواسطة أنه الكويتيين برضو يكون لهم صوت. طبعا أنا كإنسان عربي وبأمن بالديمقراطية والحرية كنت ضد فكرة أنه العراق يحتل الكويت بهذا الشكل، ولكن لما أنا بأرى أنه الغرب يهجم على العراق الشقيق ويهجم على الشعب العراقي ودمر القاعدة الاقتصادية اللي بناها العراق في خلال 40 سنة، طبعا موقف راح يتغير وتغير بالفعل حملة. وشعرت انه ما هياش حملة لنصرة الكويت، هي حملة لتدمير العراق، واحنا ضد اي قوة في العالم تدمير حاول تدمر العراق أي بلد عربي. الحملة يعني الغربية او الامريكية بالذات على العراق حملة همجية، وبتفكرنا بالحملة الصليبية على المنطقة، ممكنش يعني تعرف أعرف كويشن يعني. طبعا أخي محمد أنا أحب يعني أسمعك أغنية ممكن تفكرك شوية بمصر، ونلتقي مرة بعد الأغنية إن شاء الله. اهلا بك مره تانية يا اخ محمد، ممكن تترجم لنا الاغنيه دي لو سمحت؟ كان بيقول ايه بالظبط يعني الحاله؟ الاغنيه دي كانت بتتغنى في طابور الصباح كل يوم واحنا في المدرسه، كان النشيد الوطني بتاع عموما انه عبد الناصر لما جه على الحكم في مصر كان عنده معادله اساسيه. المعادله هي برضو كيف الغرب بيشتغل الغرب على انه بده يبرر موضوع أخلاقية في أي عمل بيعمله، حتى أي عمل عدواني الغرب بيعمله عاوز يترجمه بموضوع أخلاقية. عبد الناصر كان برضو عنده موضوع أخلاقية إنه الشعب العربي هو شعب مساوي للشعوب الأخرى، وبالتالي أي واحد بحاول ينتقص من حقوق وكرامة الإنسان العربي هو إنسان معتدي. فبالتالي إحنا بتاريخنا ومقوماتنا بنحاول إنه نهيئ ونعبئ كل هالمقومات هاي على أساس إنه نقف كأحرار. إحنا مش عاوزين نغزي الغرب، عاوزين نغزي أمريكا، عاوزين نغزي فرنسا، عاوزين إنه فرنسا وأمريكا وبريطانيا وألمانيا ما يغزوناش، عاوزين نكون على 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 درجة متساوية مع الناس إن شاء الله. طب بالنسبة للي بيحصل الوقت المحادثات السلام مع PLO وإسرائيل، يعني دي حاجات أنا ما كنتش أتوقع إن أنا هشوفها في حياتي، يعني إنما حصلت وبسرعة، دي حاجة الحقيقة تقدمات خطيرة جدا، يعني أكثر حتى من فتح برلين وول. يعني يعني ممكن تدينا فكرة بسيطة على اللي بيحصل بالضبط بين عرفات ورابين؟
ممكن جدا. خليني أحكي كلمة الأول بالنسبة لموضوع وجهة نظرنا بالنسبة للسلام. الشعب الفلسطيني وكذلك كل الشعب العربي هو شعب بحب السلام، والسبب على هذا أنه إحنا مش اللي رايحين على أوروبا نعمل حرب ولا رايحين على أمريكا نعمل حرب، هم اللي جايين على فلسطين وجايين على العالم العربي يحتلونا ويعمل حروب ويقولونا نعمل إيه ونسوي إيه. فهي نقطة أساسية. فكل الشعب الفلسطيني أساسا هو بده سلام، لكن اللي حاصل حاليا ما هياش موضوع السلام، موضوعة أنه الشعب الفلسطيني يعطي كل شيء وإسرائيل تأخذ كل شيء ولا تعطي أي شيء. بالنسبة لموضوعة الحكم الذاتي على ريحة أو على غزة، طبعا أنت سمعت أنه في إشكالات كثيرة أنه الإسرائيليين رافضين يسحبوا من المدينة من ريحة ومن غزة يطلعوا على الحدود. فبالتالي في عملية بالنسبة لإسرائيل عملية أنه أخذوا الحاجات اللي بدهم إياها، أنه فيش وجود شرعي بالنسبة لمنظمة التحرير حاليا. منظمة التحرير هي اعترفت بإسرائيل، منظمة التحرير ما حققتش أي حاجة، وبالتالي هم كان كل هدفهم بالنسبة للإسرائيليين والأمريكان أنه يفرغوا منظمة التحرير من محتواها الوطني، محتواها أنه هي تمثل شعب، تمثل حقوق وطنية لشعب، أفرغوا هذا المحتوى. طبعا عندما الحاجات اللي وعدوها لمنظمة التحرير حاجات محدودة جدا 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 وتتعلق بموضوع حكم ذاتي، يعني زي ما قالها المثل شو يعني الحكم الذاتي؟ الحكم الذاتي أنه الفلسطينيين في أريحة أو في غزة يكونوا مسؤولين عن تنظيف الشوارع، عن الشرطة، يكونوا مسؤولين عن حتى التدريس، يكون هناك في شروط عديدة إنه الإسرائيليين لازم يملوها على الفلسطينيين. ما فيش، ما أخذناش أي حقوق من هذا السلام، السبب اعتبره استسلام، يعني إنهاء القضية الفلسطينية لصالح إسرائيل وأمريكا. يعني تفتكر ايه البديل؟ يعني لو ما فيش سلام مع اسرائيل ايه البديل؟ البديل انه بدي اقول لك حاجه، البديل انه الانتفاضه الفلسطينيه حققت كتير امال ومطامح للشعب الفلسطيني. فمثلا في سنه 1989 90 كان 80% من الشعب الامريكي اي الدولة الفلسطينية. طبعا اجت حرب الخليج وخربت المعادله. طبعا مش ما كانش اي هدف من حرب الخليج تخرب المعادله على الفلسطينيين، بس خربت المعادله. وبالتالي البديل انه دعم الانتفاضه الفلسطينيه اللي بالفعل هي صاحبه الحق الشرعي انه هي تطالب وتصالح وتعمل سلام وتعمل